السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة يشوف المحتوى عندي في القناة بتاعتي من الفيديوهات المقترحة، أحب أقول لكم ده البيج بتاعنا على الفيسبوك. أول ما تدخلوا تكتبوا بس في السيرش فيها حاجة حلوة تظهر لكم شكل البيج ده بالظبط كده، بنعرض فيه كل الصور وكل الفيديوهات اللي احنا بنعملها على اليوتيوب، زائد لو حد عنده أي حاجة بيبعت لنا على البيج. بالنسبة بقى للمعلومة المهمة اللي أنا عايزة يعني أقولها لكم، سواء عندي أو عندي قنوات تانية اللي فاتته، المحتويات اللي أنا عملتها قبل كده وعشان ما يرجعش يسألني فيها تاني، هتدخلي على الكلمة اللي فيها حاجة حلوة هتدوسي على الصورة، الصورة اللي جنب الكلمة زي ما أنا عاملة لك الدبدوب أهو، شكل الدبدوب، عشان تدخلي على صفحتي الرئيسية على طول. شايفة الكلمة بتاعت فيها حاجة حلوة؟ أول ما تضغطي على الصورة دي اللي هي صورة البنوتة دي، هيتفتح لك بعد كده الصفحة الرئيسية بتاعتي، تمام؟ عشان بعد كده تدخلي من خلالها على الفيديوهات اللي أنا عايزة أوصل لك ليها اللي أنا عملتها. الصفحة الرئيسية سواء أنت داخلة من على اللابتوب أو الكمبيوتر، الخطوات دي هي هياها. أول ما تدخلي على الصفحة الرئيسية للقناة هتلاقي في الشريط الأحمر اللي فوق كلمة الصفحة الرئيسية وكلمة الفيديوهات وكلمة قوائم التشغيل، زي ما أنا معلمة لك عليها بالأسود كده عند كلمة قوائم التشغيل، هتدوسي عليها. أول ما هتدوسي عليها تتفتح لك كل المحتويات اللي إحنا عملناها من أول القناة لحد وقتنا هذا، تمام؟ متقسمة لك على مجموعات على حسب احتياجاتك الشخصية، زي مثلا ملابس اللانجر والدخل تجيبيها منين، شنط الحريمي والأنساتي، إزاي تعرفي مقاساتك الداخلي أو مقاساتك الخروج، والشنط والجزم والكوتشيهات والسجاجيد والوكاله والاكسسوارات والمكياج تجيبيه منين، والمنظفات الشخصيه تجيبيها منين، كل ده مكتوب في قوائم التشغيل. اول ما هتدوسي على اي فيديو انت عايزاه هتفتح لك مجموعه الفيديوهات اللي اتعملت على المحتوى ده او على العنوان ده يعني بغزاره من كل الاماكن، من روكسي ومصر الجديده ومن الوكاله ومن العتبه، تمام؟ الكلمه اللي جنبي بقى قوائم التشغيل اسمها المنتدى، زي ما انا معلمه لك عليها بالاسود كده. المنتدى ده بدخل كل يوم انا انشر عليه، واللي بنتكلم بنتناقش فيه على المحتوى القناه، على الجديد، على اللي انتم محتاجينه، على الانتقاد مثلا سواء في التصوير او سواء في معلومه انت مش باينه بالنسبه لكم انا ما قلتهاش، او اي حاجه انت عايزه تكلميني عليها هتكلمي. الجزء الثاني هو يا جماعه المحل الثاني، السلع الغذائيه بتاع المحل المنظفات اللي انا كنت بشرحه لكم، مصر الجديده ميدان الجامع في 10 شارع اسماعيل رمزي، تمام؟ هننزل محطة مترو الأهرام عند وهنتمشى شوية، هتلاقوا ميدان صلاح الدين عند محل زهور صلاح الدين اهو اللي أنا صورته لكم. هتمشوا في شارع إسماعيل رمزي، تمام؟ هتمشوا في شارع إسماعيل رمزي، هيقابلكوا على شمالكوا محل اسمه فرس المجوهرات، ومحل اسمه سندريلا بتاع الأطفال والأطفالي اللي هو الولادي والبناتي بتاع الملابس. فيرست اهو بتاع المجوهرات وسندريلا بتاع الملابس الاطفالي والبناتي والولادي، هتمشي على طول على نفس الرصيف اللي انا ماشي عليه ده عشان نشوف الفرع التاني، المحل التاني بتاع نجمة هليوبلس بتاع السلع الغذائية اللي عليه العروض، وعلى شمالنا طبعا الفرع يعني على شمالنا الفرع بتاعهم اللي هو اصلا بتاع المنظفات اللي انا عملت عليه الفيديو، منظفات الشخصية والمنظفات المنزلية والمبيدات الحشرية وكل حاجة والمناديل والبامبرز وكل حاجة بتاعت اللي اهو الفرع اللي هو اللي على شمالنا ده بتاعهم، والسوبر ماركت بقى على يمنا اهو اللي هو هنبتدي فيه دلوقتي الشرح، هنلاقيه قدامه على الرصيف التاني على طول زي ما انتوا شايفينه كده، تمام؟ في العروض بتاعت السلع الغذائية كلها، وتفرجوا معايا ومتنسوش اللايك للقناة والشير وطبعا تقولوا لأصحابكم كلكم، وكل يوم هم موجودين من الساعة 10 الصبح للساعة 11 بالليل. حاجة من اللي عندهم عشان تبقوا عارفينها، هو عندهم بيض وعندهم حلويات وبسعر الجملة، كل الحاجات دي يعني هم أصلا محل جملة، ودي الحاجات اللي هي بتبقى موجودة عندهم اللي هي التوفي بقى والشوكولات والحاجات اللي مكسرات والحاجات اللي هي بتبقى طعم القهوة وكده، تمام؟ والبرشميلو، ماشي، حاجات زي دي، البلح حتى موجود لسه، تمر، العلبة زي دي هي عليها عرض من ليبتون 37 بدل 47، تمام؟ عندهم ليبتون والشوكولات ده موجود، والتونه كانوا عاملين عليها عرض، وعلب الصلصه، علب الصلصه عرض الصلصه، تمام؟ اهي الصلصه والتونه سانشاين، طبعا احسن تونه مع كل انواعها،
السبايسي والعادي والصغير والكبير، دي معمولة عليها عرض برضو اهي العرض بتاعها. تمام، وكل النسكافيهات بقى بسعر الجملة، اللاتيه والبونجورنو والكراميل، كل دي برضو بسعر الجملة. ماشي، واللي عايزة بقى تتصل قبل ما تروح عندهم ايه العروض اللي موجودة اللي احنا نشتري منها. الارقام اصلا يعني هحطها في صندوق الوصف، وهنحطها برضو في العنوان عشان خاطر الناس اللي عايزة تتصل قبل ما تروح. هو انتوا اصلا ليكوا بيتش على الفيسبوك او على ليكوا بيتش اصلا؟ كويس، عشان ناخد بس اللينك بتاعكم ونحطه برضو للناس عشان تدخل تشوفه. تمام، دي عنده الحلاوة برضو والعسل البوادي الاسود، العسل الاسود. وفي كمان عرض اهو، هو العرض ده طحينة وعسل مع بعض، طحينة وعسل مع بعض بكامل العرض ده 41 الاتنين، 41 الاتنين اللي هو الطحينة البوادي والعسل البوادي. تمام، 41 الاتنين. وعند المكرونات كل انواعها الملكة اهي، وفي مكرونة روجينا دي برضو بسعر الجملة، صوبيا شراب سريع ده بجوز الهند تحفة كاندي. وعندهم المكسرات اهو نفس الموضوع، وفي عندهم الزعتر اللبناني، الناس اللي بتدور على الزعتر اللي هو بيبقى من لبنان ودول الخليج برضو. وعندهم العسل امتنان اهو، في عرض كمان على العسل لفترة محدودة. العسل الاتنين مع بعض دول اللي هما الفترة المحدودة بكم؟ الصغيرين ب25 والكبير بكم؟ ب40. ماشي تمام. ده والشوكولاتة رافيلو اللي هما اللي بيحبوا رافيلو. رافيلو بكم لو سمحت؟ 63. تمام، ده شوكولاتة ملكة 24 مستوردة بدل 32. تمام، عندهم كيكس ده كمان كوكيز. ماشي، وزيت الزيتون اهو، والعصاير بقى الكركديه والمانجا والتفاح كل ده اللي فوق ده موجود. اوكي، والكاندي عسل حلويات اهي. ماشي، والبسكويت اللي برضو معندهم، كل العلب الشوكولات ديت واللي احنا اصلا نشوفها بره كلها دي جملة، كل اللي بيشتري هنا بيبقى جملة. وعندهم عرض خاص اهو، عرض خاص 12+1 مجانا، دي العصير البودر اللي موجودة. ماشي، دي كل دي العصير اللي هي مانجا وفراولة وتفاح ويوسف والاستفندي والخوخ، العصير اللي موجودة. عندهم قمر الدين، وعندهم شوكولاتة خام سادة، عندهم الشوكولاتة سادة الناس اللي بتعمل دايت. تمام، وفي نوع تاني برضو شوكولاتة بيضة. ماشي، ودي العلب، وعندهم جهاز طبعا انت بتحطي عليه الحاجة عشان تعرفي السعر بس كام على طول. ده سولتي. تمام، كل دي انواع الشوكولاتات اللي عندهم، بيعملوا على طول عروض يعني هنا اصلا بيعملوا على طول عروض على العلب، انواع الشوكولاتات اهي وحاجات النعناع، والناس بتحب الهوهوز. ماشي، دي انواع الشوكولاتات اللي عندهم فريسكا. ماشي، الحاجات البونبون اهي وجهينة طبعا، علب جهينة. ماشي، ده عرض خاص الشمعدين ده عندهم برضو تخص عليه. تمام، الشمعدين والزيت والسكر كل حاجة.
كل حاجة بيبيعوها اهو، الحاجات اللي هي التتبيلات السبايسي، الشيش الطاووق تمام، والفاصوليا واللوبيا والحاجات دي كلها، برضو البقوليات والترمس ماشي، والمكرونات اهي برضو، والخلطات بتاعت الرز اهي، والزيت اللي موجود اهو. خلينا نشوف زيت ايه، زيت حياة تمام، وده كريستال، وعندهم كمان اللي هو البقسماط الدقيق اللي هو تبع بيتك بيك اللي هو تبع التتبيلات تمام ماشي، والحوض والدولفين اللي هي بتاعت ماشي اوكي، والمربى برضو موجودة في تراك، وفي تراك برضو العصاير ماشي كده تمام، والرز بقى والحاجات دي كلها، كل الحاجات اللي هي تخزين المطبخ ده كله متوفر كله ماشي. الحاجات دي برضو اللي هو النسكافيه ده عليه خصم 15%، انا جبت منهم اصلا العلبة الذهبي تمام، لانه اصلا بسعر الجملة. ترايدنت برضو موجود، والجيلي برضو موجود ماشي، ومعمول برضو موجود، الناس اللي بتحب المعمول ماشي. والحاجات بقى اللي هي الحاجات اللي هي بونبوني والشوكولات والحاجات اللي بالكراميل تمام، في منها سايب وفي منها في اكياس ماشي، والصلصة المعلبات بتاعت زي الفول والفطر، المشروم اهو تمام، بس هو شرايح تمام، وفي فطر كامل عندهم برضو المعلبات ماشي. احمد تي بقى، الناس اللي بتحب تشرب احمد تي اللي هو الشاي النكهات اهو متوفر، احمد تي متوفر اهو، كل النكهات متوفر، كل النكهات بتاعت احمد تي متوفر، برضو الشاي اللي هو الاخضر تمام، وفروت سوري كورن فليكس فوق اهو كمان، كل النكهات برضو. ودي كل الشوكولاتات اللي موجودة، 75 جنيه كيلو، 75 جنيه كيلو، في ب30 جنيه الحاجات دي، في ب24 جنيه الحاجات الصغيرة دي تمام. والحاجات دي برضو في 65 جنيه، اللي هي الشوكولاتات برضو اللي عيا بالكيلو دي ماشي. ودي الحاجات اللي هي حاجات المولد بقى، الحلويات بتاعت المولد، مكسرات، الحاجات الصغيرة تمام. كل يعني تقريبا كل يوم عندهم عروض، يعني تقريبا كل يوم اصلا عندهم عروض ماشي اوكي. خلاص عرفنا المكان فين يا جماعة، المكان في مصر الجديدة، ميدان صلاح الدين، مصر الجديدة ميدان صلاح الدين، فروكسي، عندكم عند هتنزلوا من ميدان صلاح الدين، هتمشوا يعني زي ما انا قلت لكم بالظبط على طول، عند سوق الجملة اهو، هو في وش من الناحية التانية، يعني عند سوق جملة نجمة اسوان اهو اللي هو التاني المنظفات، هما في وشهم الناحية التانية. طب في وشهم الناحية التانية جنب مين؟ جنب جاية بتاع الدهب، هما جنب جاية بالظبط بتاع الدهب، والمحل التاني ده مقفول اصلا مش عليه اسم، وادي المحل اهو تمام. متنسوش بقى اللايك للفيديو والسبسكرايب للقناة، اشتراك والشير لكل الناس عشان خاطر تبقى عارفة، عشان اللي هينزل هنا يبقى بالمرة بقى يكون عارف هو هينزل يجيب ايه. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون المحتوى يا رب عجبكم، واكتبوا لي كل الكومنتات لو سمحتم على اي حاجة انتم عايزينها، واحنا ننزل نعمل عليها سيرش على طول، وهنعمل عليها ريفيو تمام. باي باي. انا عايزة اقوله لكم ان المحلات دي عندها 4 فروع، 3 فروع منها في ميدان الجامع، 7 شارع اسماعيل رمزي، و10 شارع اسماعيل رمزي، و5 شارع الرملة ميدان الجامع، واسماعيل رمزي طبعا في ميدان الجامع، والفرع الجديد في 12 شارع مصطفى حافظ امام فندق السلام جيرس السويس،
وهكتب لكم كل الارقام بتاعتهم في صندوق الوصف، وخليكم معايا في الجزء الثالث من نفس المكان من نفس المنطقه على نفس الرصيف، عشان مفاجاه كبيره جدا 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 اللي كانت طالباها مننا، وان شاء الله يا رب دايما نفيدكم. واكتبوا لنا الكومنتات واكتبوا لنا عايزين ايه، وفي المنتدى، وكل سنه وانتم طيبين.